بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، أحييكم عبر هذه النافذة من منتدى بريدة، وأحدثكم من جناح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة القصيم، والذي نقدم في هذا العام موضوعا حساسا ومهما، وهو الأسرة والتقنية. ومعلوم ما للتقنية من منافع عظيمة وما له أيضا من أضرار. نقدم في هذه المساهمة والمشاركة بإذن الله تعالى مجموعة من المطويات التي تتحدث عن كثير من أمور التقنية، ومنها أيضا مسابقة على هذه المواضيع التي سنقدمها. هناك جوائز قيمة مرصودة لهذه المسابقة، فما على الزائر إلا أن يأخذ المطوية ثم يطلع على الأسئلة الموجودة في هذه المطوية ويحل وتسلم الإخوة الموجودين في المقر، ثم بعد ذلك قبل النهاية يتم التوزيع. كل سنة يكون لنا موضوع معين ومحدد. العام الماضي كان موضوع المشاركة هو أعمال واقتراحات وأعمال تجارية للمرأة، هذا العام موضوعنا هو الأسرة والتقنية. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم، وأشكر الأخوة في منتدى بريدة. معكم عبد الله بن عبد الرحمن العيادة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.